كده بقيت شمالي صح؟ بس يا رايح لبلادي شبري الخمار يا رايح لبلادي. ارفع 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 افتح ارفع ارفع وحفلة الطواجين هنا بسم الله ما شاء الله. انا ميل الطواجن دي القلة المغربية المغربية 100% عقلة مغربية دي قلة مغربية قلة فينا قلة فينا قلة. بص على المنظر ده احنا دلوقتي في المدينة القديمة في تطوان. تطوان هي كلمة امازيغية معناها جاي من كلمة ايه؟ من العيون تطاوية تطاوية اللي هي العيون لان هي فيها عيون مية عذبة تحت الارض. ايوة تطاوية تمام. احنا بقى عندنا هنا في المدينة القديمة 7 ابواب تمام. مين اللي بنى المدينة دي او مين اللي اسسها زي ما حكيت لي؟ اسسها التاريخ الحديث هو السيد المنظري. حلو. اللي جه مع المورسكيين في انتهاء الدولة الاندلسية وجم هنا في الشمال سكنوا الشمال واسس مدينة تطوان. ايوه صح؟ صح. نكمل بقى لما نشوف بيت الابواب. في تطوان في العلامة ديت في الارض. العلامة دي كنت فاكرها قبلة بس طلعت مش قبلة هي طلعت الممر ان ده شارع رئيسي مش شارع فرعي. اللي احنا ماشيين فيه ده شارع رئيسي بيتفرع منه شوارع مش شارع فرعي. اهي العلامة دي لما تشوفها تعرف كده. طب في بقى علامة تانية زادت ده رمز ده شارع رئيسي زي ما هو مكملين فيه. والزاد رمز ده معناه ان ده مطلع. بصوا طالع فوق. طرطية البرتقال ده بيتاكل؟ برتقال هذا بيتاكل. عاوز واحدة؟ يا عم خلينا ندوق خير المغرب. مش هتدوق. انت 290 تقدر تجيب ما انا مش هقدر. ماشي. متر 75 يا عيني معلش. قلت لنا
امسك امسك كذا. لا 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 عيب عيب. حطيت من وراها بقك. امسك هاي امسك. حلوه انما ايه حلوه قصرها و... والله شكلها شايف انتوا بتاكلوش ليه؟ عم الناس هنا شبعانين ليمون، لان الليمون هو اصلا موجود في المغرب. ليمون الدن. عيب برتقال. ده برتقال مغربي. بس البرتقاله دي فيها حاجه. لا دي مهريه. دي بدي تسمى في المغرب البرتقاله المره، الجزء الثاني. انا عرفتك بتاكلهاش ليه. دي مره اكتر من الليمون. ايش البرتقاله دي؟ كنقولوا له اورانجين. دي هي البرتقال المرة الجزء الثاني. استغفر الله العظيم. نارنج هذا. ايه ده؟ دي دي هذا هذا كيلو سكر. هذا الديكور فصل ما ياكله احد. دبرينج رامز تحت السفرة. رامز قال بحملت فيك ده في رمضان.